السلام عليكم ورحمه الله اعزائي، مرحبا بكم في القناه ديالي. الوصفه ديال اليوم غادي نقدم لكم فطائر او رغيفات كيجيو في الفران، كيجيو محشوين بالعقده ديال اللوز. صراحه هاد الرغيفات تيجيو زوينين بزاف. نمروا المراحل والمكونات. نمروا المقادير. كنحتاجوا بالنسبه لهاد فطائر ولا هذا كتسميهم بحال رغايف، هادو غادي نديرهم في الفران. كنحتاجوا هنايا 300 غرام من الدقيق كيف كتشوفوا. كنحتاجوا 150 من الجبن كيف كتشوفوا. انا هاد الجبن اللي درت هنا فيلاديلفيا. كنحتاجوا هنايا 6 المعالق من الزيت نباتيه. كنحتاجو هنا 6 معالق من الحليب، وكنحتاجو هنا 4 معالق من السكر، وكنحتاجو ساشي من الفانيليا، وكنحتاجو ملعقه من الخميره الكيماويه. دابا غادي ندوزو للطريقه. في عجانه كهربائيه كيف كتشوفوا غادي نضيف العناصر. غادي نضيف الدقيق، نضيف الجبن، جبن كريمي، غادي نضيف السكر، نضيف زيت نباتية، غادي نضيف هنا ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، ملعقة صغيرة، غادي نضيف كيس من الفانيليا، غادي ندمج هاد العناصر. كتلاحظوا غادي نضيف الحليب شيئا فشيئا، حتى سنحصلوا على واحد العجين متماسك. نحاولوا ندلكوها مزيان. حتى سنحصلوا على واحد العجين يكون بحال ما هكذا متماسك جيدا. هاد العجين ندلكها مزيان جيدا ونخليها نضيف على واحد البلاستيك غذائي حتى تتجمع لينا مزيان. ندلكها مزيان، نضيف عليها نغطيها بواحد بلاستيك غذائي وندوزو للحشوة. بالنسبة للحشوة كنحتاجو هنايا 200 غرام من اللوز مفروم يكون ناعم. كنحتاجو زيست ديال حامضة على هذا الشكل. كنحتاجو جوج معالق كبار من المربى المشمش. كنحتاجو هنا معلقه صغيره ديال ماء الزهر. وبالنسبه للتزيين كنحتاجو هنايا اللوز بحال ما هكا مهروش، وكنحتاجو لهنا للدهن بيضه مع ملعقه صغيره من المربى المشمش، وكنحتاجو هنايا ابيض البيض باش غادي نلصق العجين كيف كتلاحظوا. غادي ندمج هاد العناصر. كتلاحظوا غادي ندمجها مع اللوز. Thank you.
تنحصلوا على واحد العجين متماسك. هاد الرغايف كيجيو الصراحه غزال وبنان بزاف بالنسبه للعيد، نلقاو باش نعمر الطبله ديالنا وكيجيو راقيين حتى في المنظر ديالهم كيف كتلاحظوا هكذا. حتى نحصلوا على هاد العجين هكا بحال عقده تاع اللوز. انا خرجت العجين كنت خليته في الثلاجه تقريبا ترتاح، طلقتها على هذا الشكل ما بين هاد الورق الزبده. غنقطع على شكل مربعات. كيف كتلاحظوا غادي نقطعوا مربعات على هذا الشكل. كيف كتلاحظوا غادي نعمل واحد القليل من العجين، غادي ندهن هاد الحواف والجوانب بابيض البيض. كيف كتشوفوا هكذا باش يقبطوا لينا هاد العجين، تقبط لينا من الجناب. غادي نلف عليهم العجين هكذا، نحاول نبسط من الفوق باش هذيك العجينه ديال اللوز تبسط لي على هاد كيف كتشوفوا هكذا واضحه في الصوره. وغادي ندهنها بالبيض مع المربى. كيف كتلاحظوا دهنتهم ببيض بالبيض عفوا والمربى، ودرت عليهم من الفوق هكذا اللوز المهروش، والصراحه جاتني هذا هو الشكل النهائي ديال هذه الوصفه ديال هذه الفطائر او رغيفات. الصراحه كيجيو لذاد بزاف. ضفتهم في الفران على درجه الحراره 180 حتى ياخذوا خليتهم حتى ياخذوا هذا اللون الذهبي بحال ما هكا. الصراحه كيجي هاد الوصفه كتجي مقرمشه ولذيذه بزاف وكتستاهل التجربه. وعيدكم مبارك سعيد، كيدخل عليكم بالصحه وبالسلامه باش ما تمنيتو ان شاء الله، وبالصحه والراحه الى وصفه قادمه ان شاء الله.